هذه الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيف. بهذه الكلمات ودعت الفنانة العاشقة والثائرة ريم البنا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالنشيد الوطني الفلسطيني ودعها الأحبة. فبعد صراع دام 9 سنين مع مرض السرطان، فارقت المطربة الفلسطينية ريم البنا الحياة فجر السبت عن عمر ناهز 52 عاما. موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا وللحديث أكثر عن ريم تنضم إلينا مشاهدين عبر الأقمار الصناعية من بيروت السيدة سحر شرارة، وهي أستاذة جامعية وصديقة الفنانة ريم البنا. أهلا بك يا سيدة سحر، يعني في البداية تعزينا الحارة، وأهلا بك إلى شبابيك والتلفزيون العربي. يعني أريد أن أسألك في البداية، بما أنك أنت يعني أنت صديقة ريم الله يرحمها، و أريد أن أسألك، يعني ريم أطلقت الكثير من الألبومات والمعروف عنها الفنانة، نعرف الجانب الفني عن ريم، لكن لو ممكن أن تحدثينا عن الجانب الإنساني عن ريم. ريم حدا بيشبه الفن يلي بتعمله، هي حدا أول شيء فلسطيني مقاوم، وهي حدا متفائل وإيجابي وكله حياة وكله قوة. كمان ريم قاومت 9 سنين وقت انقال انه حتعيش، الأطباء قالوا لها حتعيش سنتين، وضلت انعى حالها انه السرطان مثل الاحتلال واثنيناتهم بالمقاومة رح تربحهم. قاومت بغناها وقاومت بكل شيء، يعني مش بس بكل مواقفها وبكل خياراتها كان عندها مقاومة. وحتى بمرضها بالفترة يلي كنا حاسين انه نحن الحدود والجغرافيا عم تمنعنا نوصلها، ضلينا نتواصل ونحكيها ونبعت لها شو بدنا نبعت لها، وقدرنا حتى المراسم، يعني الدفن يلي كتير عز علينا ما نكون مع عائلتها فيه. طيب يعني قدرنا من خلال التواصل نحضره. نعم، يعني سيدة سحر، يعني أشعر مدى يعني وقع الألم ومدى يعني هذه المأساة الكبيرة، لكن يعني وأقدر هذا الموقف وظهورك معنا، وأريد أن أشير أيضا تعازينا إلى كل عائلة ريم. سحر سأعود إليك، لكن نستمع إلى اللقاء يعني أجريناه مع ريم. التلفزيون العربي كان قد أجرى حوار مع ريم في برنامج لمتنا أحلى، تحدثت فيه عن معاناة مع المرض وعن إصرارها على النضال. نشاهد المقطع ومن ثم نعود ونستكمل حديثنا مع سحر شرارة. فلسطيني دائما، يعني رغم كل المعاناة اللي بعانيها من الاحتلال، بتلاقيه بعود بنهض وبكمل حياته. هي كمان يعني الاستمرارية في حياتنا هي نوع من أنواع المقاومة، إنه الحياة لا تنتهي، يعني في حال هدموا بيت أو قصفوا زي في القصف أو الحرب على غزة، كانت الناس برضو تعاود تنزل على شغلها وتكمل حياتها. أنا عملت شاركت في ألبوم اسمه صرخة من القدس، وغنيت أغنية اسمها هيك صرخة من القدس على اسم الألبوم طبعا، بتحكي عن حي الشيخ جراح اللي هو هجروا كل أهل الحي، طردوهن، يعني كانوا يمسكوا العفش تبعهن وكل أغراض يزتوه بالشارع، وتحت يعني قمع البوليس والجيش يطلعوهن ويدخلوا طبعا المستوطنين ويحتلوا البيت. سجلت هاي الأغنية في واحد من هاي البيوت المهدد بالتهجير. كان كتير محزن، يعني إنه أهل البيت هيك إنه عارفين بعد أيام رح
يطلعوهن في القوة يعني. أعود إلى السيدة سحر. سيدة سحر، يعني استمعتي معنا إلى هذا يعني المقابلة السابقة، أريد أن أسألك يعني كيف تعرفتي على ريم، وعندما كانت يعني ريم تأتي إلى لبنان تزورك في لبنان، شو كانت أكثر شيء بتحب تسوي، شو كانت أكثر شيء أو شو بتعملوا أنت وياها كنتوا؟ ريم 2012 أول مرة أجت وما كنا مصدقين أنه عن جد حتقدر تخرق القيود وتجي وتعمل حفلة هون. وقتها كانت حفلة كبيرة باليونسكو، وأجت وكلنا كنا مش مصدقين، يعني كنا هيك جروب من الأصدقاء يلي كنا منعرفها شوي من بعيد، بعد منا بيعرفها من النرويج، بعد متابعها بحفلة طب الشام وبغير بلاد. المهم اجت وهيك اول مرة بقينا كوننا هيك كنا نوصل بدنا نعمل اكثر شيء من وقتنا نحن وهي، يعني ما كنا ننام كل الوقت، يا عندها مقابلات يا تحضيرات للحفلة يا ظاهرين ويجوا يلاقوها اصدقاء ومشاريع شغل ومقابلات تلفزيونية، وكله هيدا يستقطع من وقتنا يعني. طيب نعم، عذرا رجعت. عذرا سيدة سحر، لكن يعني لأستغل أكثر قدر من ممكن من الوقت، يعني يمكن أنت تلبسين، يمكن أشاهد حلي أو يمكن حلق من، يمكن كانت ريم كانت يمكن ريم ايضا تتميز بانها بتحب التطريز وحب توثق يمكن الثقافه الفلسطينيه، وايضا يمكن كانت تطلق بعض الالبومات والاسماء على الاكسسوارات، صحيح؟ هو من شغله وقت ريم راح صوتها بال 2016 يلي كان هواية وتعمله لتزين في بيتها، صارت تشتغل فيه وصارت تبيعه أونلاين، وظلت تطريز التراث الفلسطيني وتحط عليه يا كلام من أغنيها يا كلام شعر بتحبه، مثلا هون لرائحتك صوت ناي لشاعر اسمه سلطان ماي، وعلى الحلق في حماية الروح مرايا الروح اسم الألبوم تبعه، لشعر لوالدتها. طيب سحر، يعني نعم كانت تعتبر يمكن ريم أيقونة للمقاومة على طريقتها الخاصة. ماذا تعني لك فقدان ريم ولو بشكل سريع؟ بحب عزي حالي إنه أنا بدي أعيش فقدانها مثل ما هي بتحب، يعني هي دايما كانت تشوف بالنهاية بداية وتلاقي أمل وإيجابية بكل شيء. الشيء الوحيد يلي ما بيتعود عنه هو وجودها مع أولادها ومع عائلتها، يعني هيدا الشيء الوحيد يلي ما بيتعود. نحن كأصحابها خسرناها بس ما خسرنا قدن. على كل، شكرا جزيلا لك يا سيدة سحر شرارة، أستاذة جامعية وصديقة الفنانة الراحلة ريم البنا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نختم هذه الفقرة بصور للفنانة الراحلة و
التلفزيون العربي، وطبعا سلام على روح الفنانة الفلسطينية ريم البنا التي فارقت الحياة. إذن مشاهدينا فاصل قصير، نتابع من بعده باقي فقرات البرنامج. وفيها رحلة إلى الأوروغواي في شباك الدنيا، والمراهقة أنجيلا ميركل مع تيريزا مي، صورة انتشرت مؤخرا، فما مدى صحة هذه الصورة؟ ونختم بشباك السعيد مع الباندا.